التعليم من اهم الاخبار التي تهم الراي العام في مصر حيث بيهتم بها الطلاب واولياء الامور وخاصه في ظل ما تهدد به الموجه الثانيه من جائحه فيروس كورونا المستجد خطه حضور الطلاب بالمدارس والتي ترك امرها وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني للمحافظين حتى تحدد وفق ظروف كل محافظه ومستجدات الامور واخر اخبار التعليم اليوم وفق ابرز القرارات والتي اتخذت على مدار اليوم استمراراً لسلسله الخدمات التي تقدمها للقارئ وفات سبع حالات واصابه 280 اخرين بفيروس كورونا بالمدارس ووصل اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا بالمدارس حتى الان ل 280 حاله وفقا لاخر الاحصاءات الخاصه بوزاره الصحه كما اوضح مصدر مسؤول بالتعليم ان هناك سبع حالات وفاه بين المعلمين والمعلمات والاداريين من اجمالي الاصابات واشار الى ان الاصابات توزعت بواقع 140 حاله بين المعلمين والمعلمات و 120 حاله بين الاداريين و 20 حاله بين الطلاب بمختلف المدارس والإدارات التعليمية على مستوى المحافظات موافقة التعليم على تعديل شرط إرفاق صورة من إقامة الطالب بالخارج للتقدم للامتحانات أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرار بالموافقة على تعديل الشرط الخاص بإرفاق صورة من إقامة الطالب داخل الدولة المثبت بجواز سفر الطالب والمدرج بكتيب إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2020-2021 والتي من المقرر عقدها في إبريل 2021 ليصبح إرفاق صورة من إقامة ولي الأمر الطالب مع ضرورة تحرير إقرار موقع من ولي الأمر بتواجد الطالب بالدولة وإنه غير متقدم لأي امتحان في ذات الصف الدراسي في جمهورية مصر العربية أو أي دولة أخرى بخلاف المتقدم منها على أن يعتبر امتحان الطالب لاغي إذا تبين خلاف ذلك. وكذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لمنحتين مقدمتين من الحكومة الفرنسية لعدد اثنين من الدورات التدريبية الدولية قصيرة المدى وطويلة المدى للدراسة بالمدرسة الدولية للإدارة بفرنسا إي أن إيه في موعد أقصى يوم 22 نوفمبر 2020 وعقد اجتماع مع موجهي اللغه العربيه لمتابعه استخدام التكنولوجيا في العمليه التعليميه، وعقدت وزاره التربيه والتعليم اجتماع مع موجهي عموم اللغه العربيه على مستوى الجمهوريه لمناقشه تنفيذ المعلمين للمكون التكنولوجي في تدريس مناهج اللغه العربيه وذلك في ضوء اهتمام الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني بتوظيف التكنولوجيا الحديثه في المناهج لتحقيق تعليم اكثر فاعليه وكفاءه.